السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم حن. الله، امال المعلم عدو فين؟ راح هو فؤاد مشوار. بس انا كنت عايزه في موضوع مهم، معلش هجي له وقت تاني. لو عايزه ضروري يعني اكلمه لك على المحمول. لا لا لا، مفيش وقت، ابقى عدى عليه مره تانيه. بس انا زعلان منك يا صاحبي. خير يا معلم، كفالة الشر. عشان سبت لك رقم تليفوني وقلت لك لما توزي اي حاجه كلميني وانت ما عبرتنيش. ربنا يخليك يا معلم، كتر خيرك. اصل المعلم عدو مش مخليني محتاجه ايوها حاجه. بس انا والله كنت هنجي لك لغايه عندك المحل عشان اتشكر لك على اللي عملته معايا في المستشفى. الكلام اللي بتقوليه ده يا صفه تشكري ايه وبتاع ايه؟ انت بنت حتتي وانا بنات حتتي كلهم مسؤولين مني. بالعكس، ايه رايك بقى ان انا زعلان من المعلم عدوي؟ قال ايه؟ جاي بيديني الفلوس اللي انا دفعتها لك لمؤاخذه في المستشفى، رحت رامي الفلوس في وشي. قلت له لا، لو كانت صافيه غاليه عندك قيراطين غاليه عندي 24 قيراط. تسلم يا معلم. لو عشت اي حاجه كلميني. كتر الف خيرك يا معلم. وعلى فكره يا صافيه، اذا ما كنتش مرتاحه مع المعلم عدوي انا خدامك، واللي بتاخديه هنا تاخدي قده 10 مرات. متشكره يا معلم، بس انا ما بيتهيأليش اني هسيب المعلم عدوي في يوم من الايام، لان افضله مغرقاني من ساسي لراسي. طيب استاذن انا. ها، مع السلامه يا معلم. الله يسلمك، حلال قوي المعلم عدوي، اكيد امه العيال. عايزك تروحي تستأذني من المعلم، قولي ان انت راح تشتري عطارة اي حاجة للخبيث عشان انا عايز اتكلم معاه في موضوعنا. طب ما تتكلم معاه وانا هنا، ايه المشكلة يعني؟ معلش انا عايز اتكلم واحنا لوحدنا، مش عايز ابقى متكتف كده وانت موجودة. متكتف؟ ايوة يا اخويا، تلاقيك عايز تقول له كلام ومش عايز نسمعه، ما انا عارفة حركاتك كويس. حركات ايه بس واحنا في سيرك يا صافية؟ انا بس عايز ابقى معاه لوحدنا علشان ما بقاش انا محرج ولا هو كمان يبقى محرج. ماشي يا فؤاد. روحي بقى وانا هاخد مكانك هنا. بقول ايه يا معلم؟ انا عايزه استاذن بس قيمه ساعه مش اكتر، هروح اشتري شويه عطاره وحاجات المحل. طب تقيل يا وديك، بتخلي اي حد من العمال يروح. لا يا معلم، ما حدش بيعرف يشتري العطاره زيي، انا بجيب الحاجه طازه وباسعار حلوه. طب روحي بس خلي بالك من نفسك اوعي تتاخري. لا يا معلم مش هعوق، بالاذن. كريم خش. انا كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده يا معلم. سبحان الله، واحد انت عارف بقى ان انا اللي كنت هديها لك من شويه واقول لك ان انا اللي عايزك في موضوع مهم قوي. خير يا معلم؟ لا قول انت عايزني في ايه. لا والله ما ينفع ابدا، قول يا معلم. شوف بقى يا سيدي، انا كبرت في السن، ماليش لا قريب ولا ابن ولا بنت تراعيني، كل يوم بالليل ادخل الشقه واقفل على نفسي المفتاح احس اني داخل على قبر، لا في انيس ولا وليف. بصراحه ربنا بقيت اخاف كل يوم بالليل. ربنا يديك الصحه معلم. عشان كده انا فكرت وقلت يعني ما بديهاش بقى، اتجوز. والله العظيم ده احسن خبر سمعته في حياتي، وانا في ديك الساعة لما زفك بنفس انت وعروستك يا سيد المعلمين. انت عارف ان انا بعتبرك زي ابني وبغلاوته، عشان كده قلت لازم انت تبقى اول واحد يعرف الموضوع ده. ربنا يديم المحبة يا سيد المعلمين ويخليني دايما اهل للثقة دي. اخترت العروسة بقى ولا لا؟ والله بصراحة ربنا اخترتها، بس مش عارف بقى توافق عليا ولا لا. ايه ده؟ هي مين دي اللي ما توافقش على المعلم عدوي الناشف؟ ربنا يكرمك يا ابني ويخليك. طب ايه رايك بقى، انا عايزك تجسلي لي نبضها كده. انا اللي ليه وانا اعرفها؟ مين يا معلم؟ صافيه. صافيه؟ ايه مالك تنحت كده ليه؟ في حاجه؟ لا ابدا يا معلم مفيش حاجه.
اوعى اكون عارف حاجه عن البت دي ولا مشاها ولا اي كلام كده بطال ومخبي عليا. لا 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 سمح الله صافيه صافيه دي زي الفل يا سيد المعلمين. مال في ايه مالك؟ لا مفيش بس سرحان يعني مش عارف اقول لها ازاي حاجه زي كده. انا مش عايزك تقول لها حاجه، انا عايزك بس تجس نبضها كده. ازاي يعني؟ يعني تعرف اذا كانت مشغوله بحد تاني. انا من وجهه نظرها انفع منفعش. صراحه ربنا هي بتعزك قوي يعني. لا ما تستعجلش، خد ودي معاها في الكلام كده وبتعالى قولي. حاضر يا معلم حاضر. شحتة يا شحتة. نعمل يا سيد المعلمين. بقول لك يا انت بتراقب البنت الصافية دي ما لاحظتش عليها حاجة؟ حاجة زي ايه؟ انا كل اللي شفته جيت قلته. ايوه لا يعني ماشية مع حد ميالة لحد. الشهادة لله البنت دي زي الجنيه الدهب ومحدش عارف يلف عقلها. انتش عرفها؟ عيب عليك يا معلمي، ما احنا برضو بنعرف نوزن البت ونعرف اذا كانت البت دي مشاها عوج ولا بتاع الجواز. الله شكلك كده تغف، واول واحده هتقع معاها هتلعبك عشانك. فاشر يا معلمي، ده احنا يعني لما مؤاخذه زي ما بيقولوا عصرنا الدنيا ومصينا زعزعتها. بس انا شفت البت دي وهي ماشيه مع الواد فؤاد وكانوا اخر انسجام. وبعدين؟ مفيش، كل واحد راح لحاله، كله روح على بيته، جايز برضك كانوا في شغل. وجايز كانوا خارجين مع بعض. ما اظنش يا معلمي. حاجة زي دي ما كانتش استخبى في الحتة، كان زماني عرفت. طب ما تسأل البت سناء وهي تقول لك. الله، انت مش عامل لي فيها ديك ومقطع السمكة وديلها. مقطع السمكة لكن ديلها لسه ما وصلتلهاش. تعرف يا دي انك بتنكت حلو. بس تصدق يا معلمي انها فكرة حلوة. هي ايه ديل السمكة؟ ديل السمكة ايه؟ البت سناء. طيب. شوف الموضوع ده وجيب لي النتيجه بتاعته وانا هروقك. تؤمر يا معلمي. بس انت يعني مهتم قوي قوي بموضوع البت دي ليه؟ جريان على هواك لي وبحلقه. قلت لك هروقك. استنى. امسك. تشكر يا معلمي، ربنا يكرمك يا رب. استنى. وامسك دول كمان. تروح لعباس ومراته. دول لعباس ودول لمراته. هيدعولك يا معلمي، هيدعولك. طيب. صافي. يا صباح الفل والورد والياسمين. صباح القشطه يا معلم. قشطة أوي، نهارك نادي إن شاء الله. ربنا يجعل نهارك فل وأيامك كلها هنا يا رب. نهاري مش هيبقى فل غير وإنت معايا يا صفية. قصدك إيه؟ قصدي أنا وإنت تحت سقف واحد وعلى سنة الله ورسوله. طب وكيداها؟ ما تجيبيش سيرتها للتليفون يضرب. المهم قلتي إيه؟ ده يبقى يوم الهنا يا معلم. ده أنا من ساعة ما جيت وأنا بحلم أبقى مرات المعلم حنفي على سن وربع. ياااااي أما أنا طلعت حمار بشكل، إزاي ضيعت الوقت ده كله من غير ما فضفضلك باللي جوايا؟ معلش، كل تأخيرة وفيها خير. ملحوقة يا معلم، وديني بقول لك أهو. شبيك، لبيك، قلبي بين إيديك. سلامة قلبك، أنا حاسس إن أنا خطير من غير جناحات. يلا. طب يلا يا حنفي. يا عينيا يا راجلي يا مهنيني يا مدلعني يا مهشكني. قوم يا راجل قوم يا روحي نوم العواف يا حبيبي. ايه دي الساعة بقت 11. قوم يا راجل قوم. حاضر. جايلك يا صافية. صافية.
صافية تهدي يا راجل. يا ليك يا دهدي يا كلهم. انت لا بتخاطر على فوتو صافية؟ انا قلت صافية، انا ما قلت صافية. لا قلت صافية. لا يا حبيبتي ما قلتش حاجة، انت ظاهر. صافية اللي بتقول عليها دي يا راجل. ظاهر يا حبيبتي انت ايه؟ ايه؟ سمعت فين شوية؟ ايه؟ سمعت فين شوية؟ كلمي. سمعت فين؟ كلمي صدقيني يا حبيبتي. اوعى. انا ما قلت صافية. انا بقول عافية. كمان هتخلط الزب بالسمنة. انت قلت صافية. عافية عافية. مالك يا راجل؟ سلامتك من كل شر مال ظهرك. ظهري. ماله؟ الظهر الظهر يا حبيبتي من ظهري ظهري من علي ناحي شديد. خدت برد خدت برد خدت برد. طب وماله يا حبيب؟ اعمل لك لبخه ولا اعمل لك كاسات هوا؟ لا بلاش بلاش لبخه ولا كاسات هوا. لزقه 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 وتتحط على ظهري عشان خاطر يا حبيبتي. حاضر يا حبيبي. يا ظهري. حاضر يا ابو البنات. لزقه بسرعه عيني. حاضر لزقه. ها صافيه يا اهل. معقوله يا حبيبتي انا احلم بصافيه ده حتى يبقى كابوس كابوس شديد. الحمد لله كابوس مشي.